اهلا استاذ عبد الرحيم، اتفضل. معلش تاخرت عليكي. ابدا كده احسن. اتفضل اتفضل، اعمل لك القهوه. فاكهه عشان الولاد. ناموا، ما انت عارف. اتفضل استريح، هحطها في التلاجة. نضلنا هنا. ما يحرمنيش منك. مؤاخذة يعني يا أستاذ أشجان، ويعني أنت والمرحوم الله يرحمه يعني، كنت يعني إزاي بت يعني المرحوم كان ها؟ يعني ما كانش قصدي حاجة. بلاش تقلب الماضي عبد الرحيم. بلاش 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 لا 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 يمكن. لا أنا ست محترم. أنت فاكرني إيه؟ لا 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 مفكرش. أنا قصدي خير. خير قصدك إيه؟ نتجوز. فيلم عصافير النيل بيتضمن العديد من المشاهد المثيرة والقبلات الساخنة اللي جمعت بين عبير صبري وفتحة عبد الوهاب، اللي بيقيم أكتر من علاقة نسائية داخل أحداث الفيلم. بتدور أحداث الفيلم على أحوال الطبقة المتوسطة من خلال مجموعة من الشخصيات المختلفة. بيوصل عبد الرحيم اللي هو فتحة عبد الوهاب إلى القاهرة لأول مرة ليعيش مع شقيقته نرجس اللي هي دلال عبد العزيز، وزوجها البهي اللي هو محمود الجندي. بتبيع نرجس كل ما تمتلك نتيجة المشكلات المادية، ولكنها بتحتفظ بقطعة نحاسية لها مكانتها الخاصة عندها، لأنها بتذكرها دايما بالموضوع. والبهي زوجها الموظف في مصلحة البريد الذي لا يفعل شيئا سوى كتابة الشكاوي حتى تمتد فترة عمله ولا يخرج للمعاد. بيقع عبد الرحيم في حب بسيمة اللي هي عبير صبري، وهي فتاة جميلة تسكن الحارة، ولكن شقيقته ترفض ان يتزوجها بسبب ما يتردد عنها في الحارة. لذلك تختفي بسيمة ليبدأ عبد الرحيم في الارتباط اكثر من مرة، الى ان يلتقي ببسيمة مرة اخرى ولكن بعد مرور سنوات عديدة. بسيمة الموضة. ازيك يا عبد الرحيم؟ راحتك. اتمرجعي على السرير. فيلم شوارع من نار في الأربعينيات بينتقل الشرطي إمامي اللي هو نور الشريف من الإسماعيلية للقاهرة للعمل في منطقة مخصصة لممارسة الدعارة، وبيقع في حب العاهرة نوسة اللي هي مديحة كامل اللي بتشتغل مع المعلمة والفتوة جلال، وما كانش يعرف إنها بتشتغل في الدعارة. وبعد كده بيدافع عنها وبيقوم بضرب أحد الجنود الإنجليز اللي حاول اعتراض طريقها والاعتداء عليها، وبعد كده بيتحاكم وبيتفصل من الخدمة، ثم يعود للإقامة في الحي والبحث عن عمل، وبيتحول لقواد، وبتحدث مشاجرة بينه وبين جلال، وبينتصر إمام وبيصبح في توة الحي وبيتجوز نوسة. بعد كده بيصدروا قانون لإلغاء الدعارة، وبيحول إمام المنزل لكباريه، وبعد كده بينضم للفدائيين لمقاومة الاحتلال الإنجليزي. خليكوا رجالة حق وحقيقة. تمامين، خليكوا رجالة. أنا عندي حل، كلنا هنشتغل صحبة من غير ما نتفرق. البيت ده نقلبه كباريه. اللي تعرف تتهز ترقص، واللي بتغني روحها في الحمام تغني على الجمهور، تبقى فنانة وتاخد نقوط. استاذ والله احب العبقرية. احلفك بكل شيء غالي عندك، وحياة سامية وحياة حمادة، لازم تبعد وما تحاولش تشوفني تاني. ده رأيك النهائي؟ فيلم الحب الضائع. الفيلم من الافلام العربية الممنوعة من العرض لكثرة المشاهد الخارجة والغير اخلاقية فيه،
وبتدور الأحداث على ليلى وسامية، هما اتنين أصدقاء من الطفولة. تتعرف ليلى على المهندس التونسي محمود وبتنشأ بينهم علاقة حب، بعد كده بيتجوزوا وبيسافروا لتونس. سامية بتفضل في مصر وبتلتقي بالمحامي مدحت اللي بيجسد دوره رشد أباظة، تقع في حبه وبتتزوج منه، بس بعد فترة بيموت محمود زوج ليلى وبتعود ليلى للقاهرة تاني، وبتجد سامية وجوزها في استقبالها. وبتصمم سامية على استضافة ليلى في منزلها. أثناء إقامة ليلى عند سامية بتتطور العلاقة بينها وبين جوزها، بتسلل الحب بينهم، وبتجد ليلى نفسها في طريقها لخيانة صديقة عمرها سامية مع جوزها. وبتتولى الأحداث. الفيلم إنتاج سنة 1970 من بطولة زبيدة ثروت وسعاد حسني ورشدي. ممكن تقول ثانية دكتور شريف؟ أيوة بس أصل الحقيقة طبعا دكتور مالكني أوي. باي باي. شريف انا خايف من ايه؟ خايف حكايه الشنتوري بتاعي شربها 100%. وبصراحه يا شريف انا ضميري بيقلبني. فيلم الزواج السعيد فيلم للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه. دور الأحداث على الدكتور شريف اللي بيجسده حسن يوسف. شريف متزوج من سيدة جميلة اسمها نانا اللي بتجسد دورها شمس البارون. نانا بتشتغل كاتبة روائية، وبالرغم من جمالها الملحوظ إلا إن جوزها بيخونها كتير، فبتحدث بينهم مشاكل كتير بسبب شكها وغيرتها الكبيرة عليه. اتمدى شريف في علاقاته النسائية لدرجة انه بيرتبط بعلاقة غير شرعية مع ليلى صديقة نانا، كمان بيصطحبها لأحد المؤتمرات الطبية خارج البلاد على انها زوجته. تسافر ورا نانا على امل مفاجاته وقضاء بعض الايام معاه. تتولى الاحداث في اطار درامي كوميدي. الفيلم انتاج سنة 1973 من بطولة حسن يوسف وشمس البارودي وعادل امام وصفاء بالصعود. يوه انت قلعت. اوعى تكون مستعجل، كلمني عن نفسك شويه الاول، خد وقتي معايا كده في الكلام، خليك عشرة عشان ناخد على بعض في الاول. طب ايه رايك ما تبتديك الاول وتديني فكره عنك؟ انا زي ما انت شايفني، اوعى تكون فاكرني ماشيه في السكه البطاله. دور احداث الفيلم على احمد حبيب اللي هو محمود عبد العزيز اللي بيخرج من السجن شخص غريب الاطوار، وبيميل دايما لممارسه هواياته العجيبه زي متعته بتنظيف دورات الميه والحنين على طول لرفقاء السجن. وبتتحقق له كل الرغبات دي وغيرها عندما يلتقي في حمام شعبي بزعيم العصابه اللي هو فاروق الفيشاوي، وبيفاجئه انه استثمر له سنوات سجنه بمكافاه تقدر ب 7 مليون جنيه لانهم قدروا يهربوا بسببه كميه كبيره من المخدرات، وكان هو الطعم اللي حطوه للبوليس عشان يتلهوا فيه. طب ليه الهيروين بتاعكم ضاع عليكم ولا دخلت اللبان؟ هو انت لما اتمسكت بكيس الهيروين المباحث والجمارك فرحوا بيك، اتلمخ معاك، وفي وسط الهيصه دي فاتت شنطه تانية فيها 15 كيس هيروين. المؤسسه بتاعتي اعتبرتك شريك بنسبه من يوم ما دخلت السجن لغايه يوم الافراج عنك، وحصتك استثمرناها في المشاريع بتاعتنا. كان حظك عالي قوي، مفيش مشروع دخلت فيه فلوسك الا وكان مكسبه عالي جدا، يعني لك في ذمتنا حوالي 7 مليون جنيه وشوية فك. سوق المتعة هو فيلم مصري من إنتاج سنة 2000 بطولة محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين. أنا بشتغل عشان أكون نفسي وبس.